Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra coproducción birregional Poder, esta vez desde Irak, y es que nos hemos propuesto ilustrar a nuestra audiencia latinoamericana y caribeña y en el mundo árabe sobre el sitial geopolítico y el rol estratégico o no, eso ya lo veremos, de este país en su región e incluso puertas afuera, considerando que ha vivido una ocupación estadounidense que derrotó en casa al Daesh, lo mismo que decir el terrorismo, que no es poca cosa, que ha sido objeto de numerosas ambiciones foráneas, sobre todo por su cantidad de recursos valiosos, entre ellos petróleo, y que además ha sido también objeto o que ha enfrentado un sinfín, una seguidilla de intentos de desestabilización, de fragmentación de su orden interno, Mohammed. مرحبا بك لوسيا، يسرنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة بجزئها الأول السيد أحمد الأسدي رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي، وسيكون معنا في الجزء الثاني السيد يحيى رسول الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة. مرحبا بك سيد أحمد، أسألك بداية، لا شك أن العراق دولة مركزية في المنطقة العربية، للأسف تعرض لخضات عدة من احتلال، من إرهاب، من أزمات عديدة حصلت عليه. كيف تقيم الوضع في العراق وأين هو اليوم في خضم هذه المحصلة بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء. العراق هذا البلد الذي يتموضع في مركز منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، هو يتموضع في قلب التاريخ كما يتموضع في قلب الجغرافيا. العراق الذي يقع في هذه المنطقة استراتيجية والذي كان له دورا مؤثرا واستراتيجيا منذ آلاف السنين، لا زال هذا الدور مرتبط بالعراق، ارتباط الجغرافيا وارتباط الواقع أيضا بالإضافة إلى ارتباط التاريخ. اليوم العراق كما ذكرت وذكرت المتحدثة في المقدمة، أن العراق تعرض لكثير من المحن، وهي ليست المرة الأولى في تاريخ العراق التي يتعرض فيها إلى هذه المحن أو إلى هذه العواصف التي عادة ما تهب عليه من جهاته الأربعة الحقيقة، ولكن العراق أيضا وعبر التاريخ كان يخرج من هذه المواجهات، من هذه المحن والابتلاءات، كان يخرج منتصرا، كان يخرج عزيزا، كان يخرج ضعيفا أحيانا، ولكنه سرعان ما يتعافى ويعود إلى وضع الطبيعي مرة أخرى. اليوم العراق الذي تعرض إلى احتلال، وقبل الاحتلال تعرض إلى نظم ديكتاتورية متعاقبة أضعفت العراق كثيرا حتى أوصلته إلى أن يخضع لاحتلال جديد في بداية الألفية الثالثة، ولكنه أيضا تخلص من هذه المحنة، ثم جاءت المحنة الكبيرة، محنة تحدي الوجود في عام 2014 من خلال عصابات داعش الإرهابية، ولكن العراق والعراقيين استطاعوا بوحدتهم وتكاتفهم أن يهزموا هذه العصابة وأن يقضوا على هذا السرطان الذي امتد على الأرض العراقية ويخرجوا منتصرين. لذلك اليوم العراق القوي، العراق المنتصر، العراق المتماسك داخليا والذي بدأ بالتعافي، هو يمثل نقطة ارتكاز في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الساخنة، المنطقة التي لا زالت تهب عليها العواصف من كل حدب وصوب، ولكن العراق لا زال واقفا في قلب هذه العواصف، يحاول أن يعود مرة أخرى إلى دوره المركزي والاستراتيجي في علاقاته مع جيرانه، مع محيط الإقليمي، وأيضا في تأثيره مع الدول التي الدول العظمى والواقع الدول الذي يتأثر بمنطقة الشرق الأوسط. Diputado Ahmad, permítame preguntarle, son múltiples las ambiciones externas que pesan sobre Irak, como decíamos en nuestra introducción, y también variados los intentos de impedirle que juegue un rol central y protagónico. ¿De qué forma enfrentan eso? ¿A través de cuáles vías? Si es que se está enfrentando.
بالتأكيد العراق بحكم كما أشرت بحكم موقعه الجغرافي تاريخيا هو يقع ما بين منطقة جبلية إلى الشرق وبين منطقة صحراوية إلى الغرب، وهو يقع بينهما سهل غني بالثروات، يمتد فيه نهران من شماله إلى جنوبه، فكان دائما مطمعا للدول القريبة والبعيدة. واليوم نرى بشكل واضح تكالب القوى الاستكبارية خصوصا على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى منطقة وعلى دولة العراق بشكل خاص، في محاولة لاستثمار استغلال استفادة من هذا الموقع الجغرافي أولا، ومن خلال الثروات التي يتمتع بها هذا البلد. احنا اولا الشعب العراقي بالتاكيد هو المعني بالاستفاده وباستثمار هذه الثروات، وهو بنفس الوقت هو المعني بالدفاع عن هذه الثروات، هي التي لا تمثل حقا طبيعيا للشعب العراقي المتواجد الان فقط، وانما هو حق طبيعي ايضا للاجيال التي سترث عنا ما نهيئه لها من مقدمات، وعليه هنالك مسؤوليه كبيره تقع على عاتق السلطات العراقيه، سواء كانت التشريعيه منها كمجلس النواب او التنفيذيه والممثله بالحكومه، او حتى السلطه القضائيه وايضا السلطات الاخرى، من اجل مواجهه هذه الهجمه. اليوم العراق تعرض إلى حرب اقتصادية، حصار اقتصادي من عام 91 ما بعد احتلال الكويت أو 90 لحد 2003، ثم تعرض لاحتلال مباشر بعد 2003، ثم بعد أن استطعنا إخراج الاحتلال ورفض وجود أي قواعد أجنبية جاءتنا الهجمة الإرهابية، والتي أصبح واضحا ويعرف الجميع من كان يقف خلف هذه العصابات الإرهابية ومن هيئ لها مقدمات الوصول إلى الأراضي العراقية وحتى مقدمات الاستمرار بمواجهة القوات المسلحة العراقية. والحمد لله خرج العراق منتصرا من هذه المواجهة. إذن الشعب العراقي متواجد في ساحة التحدي وباذل كثير من الجهد وبالأقصى ما يستطيع من الجهد للانتصار في هذه التحديات، على الدولة بسلطاتها الثلاث وبتجلياتها المختلفة أن تقف مع هذا الشعب أيضا أمام هذه التحديات، لننتقل من مرحلة الاستهداف المباشر والتصدي لهذا الاستهداف إلى مرحلة استثمار هذه الثروات، أولا من خلال تسييجها بالسياج الوطني والوحدة الوطنية التي تمنع استهدافها من قبل القوى الاستكبارية والإمبريالية، التي لن ولا تنفك من استهداف ثروات الشعوب والمنطقة، وأيضا من أجل بناء اقتصاد متين يستفيد ويستثمر هذه الثروات ويكون مواجها لأي محاولة لاستغلالها مرة أخرى. إذن سيد أحمد، العراق بمحيطه العربي وبعده الإسلامي أيضا، أي منحة يأخذ في علاقاته؟ العراق هذا ما ثبته في دستوره، وهذا ما تعلنه القوى السياسية في كثير من أدبياتها ومتبنياتها، ولكننا بعد أنا دائما ما أقول أن عراق ما بعد 2014، عراق ما بعد الفتوى والحشد الشعبي، يختلف عن عراق ما قبل الفتوى والحشد في كل شيء، ولعل من أهم هذه الأشياء هو نسج ورسم العلاقات الخارجية التي يجب أن تسير عليها الدولة العراقية. لذلك نعمل على أن تكون علاقات العراق الخارجية علاقات متوازنة. أولا نعلن بشكل واضح أن مع العراق القوي المتصالح مع نفسه والمنفتح على جيرانه ومحيطه الإقليمي، نحن نعمل ونسعى لعراق يتعاطى مع مختلف دول العالم بعلاقات متوازنة تبنى على عدم التدخل بالشؤون الداخلية وتبنى على المصالح المشتركة. وحينما بالتأكيد نقول علاقات مع مختلف أو جميع دول العالم، فنحن لسنا بحاجة إلا أن نقول ما عدا إسرائيل، لأن إسرائيل بالنسبة لنا هي كيان صهيوني محتل غاصب لا نذكرها حتى بمجرد استثناء. Para seguir escudriñando en la cuestión geopolítica y en el tejido de relaciones, diputado Ahmad, hoy día, ¿qué relación tiene Irak con países de América Latina y el Caribe, considerando la correlación de fuerzas que existe actualmente y también la política de ataques sistemáticos y de amenazas que desarrolla la hegemonía occidental encabezada por Estados Unidos contra varios de esos países, empezando por Venezuela, ¿no? طبعا الشعب العراقي يرتبط بشعوب أمريكا اللاتينية ارتباطا تاريخيا، وخصوصا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. الشعب العراقي معروف أنه شعب الثورات، أنه شعب التحديات، هو أكثر الشعوب العربية والإسلامية التي ثارت ضد النظم الدكتاتورية أو التي قاومت الاحتلال والاستعمار، ابتداء من ربما ما قبل التاريخ أو عصور ما قبل التاريخ، وصولا إلى العصور الوسطى ووصولا إلى العصر الحاضر الذي نعيشه. لذلك نرتبط
الشعب العراقي يرتبط مع الشعوب أمريكا اللاتينية باعتبار أن شعوب أمريكا اللاتينية، أنا مثلا كواحد من أبناء هذا الشعب أتذكر منذ ما يقارب 40 عاما حينما بدأنا نطلع على الصحف أو القصائد أو ما يكتبه الشعراء العراقيون، طبعا كنا نرى نسمع ونقرأ أسماء مناطق وأسماء قيادات في أمريكا اللاتينية هي قيادات الثورة التي وقفت بوجه الإمبريالية وبوجه الاستكبار وقاومت وقدمت التضحيات وبنت هذه الثورات، وهؤلاء الثائرون بنوا لأمريكا اللاتينية صورة جميلة لدى الشعوب العربية بشكل عام ولدى الشعب العراقي بشكل خاص. لذلك العلاقات بين الحكومات المتعاقبة في بعض الدول العربية، أنا أتحدث عن العراق بشكل خاص، مع أمريكا اللاتينية هي علاقات متينة ويجب أن تزداد متانة، لأننا نلتقي في أكثر من محور ونتفق على أكثر من قضية، ولعل قضية مواجهة القوى الاستكبارية ومحاولات فرض الهيمنة التي تتخذ أساليب مختلفة. ففي السابق كان فرض الهيمنة يتم من خلال القوى العسكرية المباشرة، الآن هنالك محاولات مستمرة من قبل هذه القوى التي لا تفتأ أن تتوقف عن استغلال الشعوب وقدراتها، تحاول فرض الهيمنة من خلال الأسلوب الناعم أو القوى الناعمة كما يسمونها في وقتنا الحاضر. لذلك أرى أن التواصل بين الشعوب هو حتى أهم وأقوى من التواصل بين الحكومات، لأن الشعوب هي التي تمنع الاستغلال وتمنع الهيمنة وتقف بوجه قوى الاستكبار وقوى القوى التي تريد كسر إرادة هذه الشعوب وفرض الإرادة الاستكبارية عليها. أسألك سيد أحمد عن الصراع الدولي والمحاور في العراق، أين منه اليوم؟ العراق كما أشرنا في بداية الحديث هو يقع في قلب العاصفة، وهو يقع في قلب منطقة التأثير. منطقة الشرق الأوسط تاريخيا هي من أكثر المناطق التي شهدت توترات، لأنها منطقة حينما كان في العالم القديم هي منطقة غنية بالثروات، هي منطقة كثيرة الأنهر، هي منطقة كثيرة الزرع والنبات، بالإضافة إلى أنها منطقة تلاقي الطرق التجارية ما بين الشرق والغرب وما بين الشمال والجنوب. فكانت منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ هي منطقة مضطربة، تهدأ أحيانا ولكنها في أكثر الأحيان تكون مضطربة. العراق في قلب هذه المنطقة، العراق أيضا من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط الذي مرت عليه حضارات متعاقبة، فلم يمر عصر من الأعصر إلا وكان العراق فيه سيدا أو متسيدا في منطقته، ولذلك كان يستهدف من عدة اتجاهات. اليوم هنالك محاور واضح، يعني صراع محاور واضح ما بين المحور الأمريكي السعودي ومن يقف معه، وما بين المحور الإيراني الروسي الصيني ومن يقف معه. العراق بالتأكيد لديه وضع مختلف عن الكثير من الدول. لماذا؟ لأنه خرج توا من احتلال النظام الدكتاتور السابق، لم يسقط بثورة شعبية مباشرة، مع أن الثورة اندلعت من أواخر السبعينات في العراق، واستمر العراقيون بتقديم الضحايا عشرات الآلاف لغاية يوم 9 نيسان 2003. كان العراقيون مستمرون بهذه التضحية، ولكن الإسقاط سقوط النظام الفعلي والمباشر كان بأيدي أجنبية. لذلك خضعنا الاحتلال الرسمي ومعلن في الأمم المتحدة من 2003 إلى 2011، وحينما خرج العراق من هذا الاحتلال بالتأكيد أمريكا لم تخرج من العراق حينما بدأت أو أكملت تطبيق اتفاقية سحب القوات، ودليل ذلك أننا في بغداد لدينا أكبر سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في العالم، ولديها حسب أقل التقديرات 3000 موظف في هذه السفارة. كما أن الوجود الأمن الأمريكي بالتأكيد لم ينتهي مع 31 كانون الأول عام 2011، وإنما خلال 8 سنوات من تواجد قوات الاحتلال على الأرض العراقية بالتأكيد وضعت لها أكثر من موقع ومكان. ولذلك نحن نحمل بنسبة ليست قليلة ما جرى في 2014 من انهيارات، هو إلى سوء الإدارة الأمنية وإلى تدخلات الاحتلال بشكل مباشر بقوات الاحتلال وأجهزة الأمنية في هذه الإدارة. وعليه بعد أن جاء داعش أيضا في 2014 اضطر العراق للاستعانة بما يسمى بالتحالف الدولي فيما يتعلق بالغطاء الجوي، باعتبار أن العراق لم تترك له الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية بناء قوة جوية قادرة على حماية سماء العراق من تعرض المخاطر. هذه كلها أدت إلى أن تكون علاقات العراق متشابكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني والعسكري والسياسي.
بنفس الوقت علاقات العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات تاريخية وجغرافية وعقائدية، بيننا وبين إيران ما يقارب 1400 كيلومتر حدود مشتركة بيننا وبين الجمهورية الإسلامية، يعني اشتراك في قضايا عقائدية كثيرة بين الشعبين، بيننا وبين الجمهورية الإسلامية اشتراك في الفعل والأداء الثوري، هنالك عمق مثلا قضية المرجعيات الدينية للشعب العراقي، لا زال العراقيون بنسبة كبيرة منهم يقلدون مرجعيات دينية دون التفكير هل هذا المرجع يرجع نسبه أو انتماء جنسيته كما يقال إيرانية لو عراقية لو أفغانية، وعليه هنالك من الشعب العراقي من يقلدون مراجعا إيرانيين في إيران، وهنالك من الإيرانيين من يقلدون مراجعا يقيمون في النجف الأشرف. هذا التشابك بين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية من جهة ومع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وضع العراق في وضع نتحدث بصراحة لا يحسد عليه، وهو وجوب أن تكون علاقاته متوازنة، ولكن حينما نتحدث عن التوازن بالتأكيد لا يعني التوازن أن توازن العلاقة ما بين القاتل والمقتول، ولا أن توازن العلاقة ما بين الجلادي والضحية، وإنما يعني أننا ننظر لمصلحة العراق والشعب العراقي أولا، شريطة ألا نتجاوز بهذه المصلحة ثوابتنا وتاريخنا ومسلمات الشعب العراقي التي يؤمن بها. Por sus cuantiosos recursos naturales y su ubicación geoestratégica privilegiada, Venezuela, su revolución bolivariana, enfrenta desde hace varios años una guerra multiforme, una hoja de ruta claramente estructurada y comandada por Estados Unidos, de asfixia, de presiones, de asedio de distinto orden, que podría estar hallando su cenit, es decir, su punto más álgido o fuerte, este 2019 en curso. La actuación de la oposición venezolana no es casual. Tiene referencias. En marzo de 2011, sectores opositores al presidente Muammar Gaddafi desconocieron la autoridad del gobierno y crearon una administración paralela que llamaron Consejo Nacional de Transición. Esta acción, a pesar de ser inconstitucional, recibió el aplauso de Estados Unidos. Muammar Gaddafi ha perdido la legitimidad para gobernar y debe marcharse. Quiero estar seguro de que Estados Unidos tiene plena capacidad para actuar rápidamente si la situación se deteriora de tal manera que nos encontremos con una crisis humanitaria. A pesar de que miles de ciudadanos se mantenían en las calles en defensa de su soberanía, una conjura mediática contra Libia construyó un escenario para que Estados Unidos ejecutara una intervención que dejó, según la ONU, más de 50.000 personas fallecidas. Casi 8 años después, la historia de Libia parece repetirse. La oposición venezolana promueve la creación de un Estado paralelo en Venezuela, bajo el mando de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en la región. Pedimos a las naciones reunidas aquí que se unan a nosotros para pedir la restauración de la democracia en Venezuela. Hoy hemos anunciado nuevas sanciones contra el régimen represivo, dirigidas al círculo interno de Maduro y a sus asesores más cercanos. La ficha para acometer este plan intervencionista estadounidense es a través de bloqueos barnizados como sanciones, que ya han dejado cifras alarmantes para los venezolanos y para algunos relatores de derechos humanos de la ONU. Una denuncia que se ha evidenciado desde la población venezolana, quienes afirman que su país es víctima de un bloqueo. Una lucha de resistencia, pero ese es el objetivo principal de ellos, asfixiar al pueblo, asfixiarlo, generar caos, lo pudimos ver con el problema eléctrico, pero hay un pueblo que resiste, aquí hay un pueblo revolucionario que está bien consciente, maduro, muy maduro políticamente, pero básicamente lo que quiere Bolsonaro y Trump es asfixiar al pueblo venezolano. Otra semejanza de la agenda intervencionista de Estados Unidos aplicada en otras naciones se compara a finales de febrero de 2011, cuando autoridades estadounidenses congelaron 30.000 millones de dólares de activos libios. Vamos a ayudar y vamos a implantar sanciones sin precedentes y apoyar las aspiraciones del pueblo de Libia. La mayoría de los fondos congelados pertenecían al Banco Central de Libia y al Fondo de Inversión Soberano, Libyan Investment Authority,
El 8 de enero de 2019, actores de la oposición venezolana aprobaron en la Asamblea Nacional fuera de funciones un decreto que propone la creación de fondo para resguardar activos para superar la supuesta crisis humanitaria. Sin esperar, Estados Unidos se unió a la propuesta que plantearon los diputados en desacato por violar la Constitución venezolana. Wolf, el presidente ha dejado muy claro que mantiene todas las opciones sobre la mesa. Esto incluye la opción militar. Estamos trabajando para asegurarnos de que ese no sea el caso, que logremos este resultado para el pueblo venezolano de una manera que no ponga la vida en riesgo y no haya violencia. Pero no hay que engañarnos. Si el presidente toma esa decisión, si elige una opción militar, el ejército de los Estados Unidos tiene la capacidad de ejecutar esa opción. Amenazas y ataques a la moneda nacional son los mismos ingredientes que la Casa Blanca pone sobre la mesa para someter a naciones como Irak, Afganistán, Siria y Libia. Acciones que han sido descubiertas desde el gobierno de Nicolás Maduro y rechazado por una población que se mantiene en las calles para hacer respetar su soberanía. Diputado Ahmad, visto las similitudes o semejanzas que hallamos a la hora de examinar las dos realidades, la de Irak y Venezuela, quisiera saber cuál es su apreciación sobre la actualidad, sobre lo que hoy está ocurriendo en este país latinoamericano y caribeño. طبعا ما يحصل من فنزويلا بحكم تجاربنا وتجربتنا الطويلة مع النظم الاستكبارية. احنا في عام 1991 ما بعد احتلال صدام للكويت عام 1990 ثم حرب الخليج الأولى في بداية عام 1991 كان الخطاب الذي يوجه من قبل الرئيس الأمريكي السابق أو الأسبق جورج بوش الأب إلى الشعب العراقي يحرض العراقيين على الثورة ضد النظام وأننا سنقف معكم أننا سندعمكم من أجل النظام الديمقراطي أننا سنقف معكم من أجل تغيير هذا النظام الدكتاتوري وفي آذار عام 1991 حينما اندلعت الانتفاضة الشعبانية المباركة استطاع الثوار تحرير ما يقارب 14 محافظة أو 13 محافظة من مجموع 18 محافظة هنالك تغير الخطاب الأمريكي وتغير الأداء من دعوة للثورة ومقاومة الدكتاتورية وإسقاط الدكتاتور إلى حماية لهذه الدكتاتورية فنفس الجهة التي دعت الشعب العراقي إلى الثورة والانتفاضة هي التي فسحت المجال الجوي لطائرات النظام ولصواريخه ولقواته لتقمع الثوار والمنتفضين ولترتكب مجازر بشعة أقل التقديرات فيها 350 ألف من أبناء الشعب العراقي قتلوا خلال فترة شهر تقريبا تحت أنظار رعية الديمقراطية الأولى في العالم والدولة التي ترفع شعار الحرية والتحرر وعليه إذا قسنا هذه التجربة إلى ما يجري اليوم في فنزويلا ونستمع إلى التصريحات والخطابات الأمريكية التي تبين وكأنها ترعى الديمقراطية في فنزويلا وهي تريد نظاما ديمقراطيا بينما هي في الواقع تقف مع انقلاب على الديمقراطية من خلال استخدام نفس الأطر التي تعمل بها الولايات المتحدة الأمريكية أو باقي الدول التي تدعو إلى الديمقراطية والالتزام بالدستور وعليه هذا الانقلاب على الدستور والانقلاب على الديمقراطية يعطي رسالة واضحة للشعوب أن الاستكبار أن الدول المتحكمة والتي تصر على التحكم بمقدرات الشعوب في مختلف بقاع العالم هي لا تألو أن تستخدم أي أسلوب تعتقد أنه بالنهاية سيصب في صالح استغلالها لثروات هذه الشعوب ومقدراتها. سيد أحمد الأسدي رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي، سررنا بلقائك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. Muchísimas gracias por haber estado acá. Thank you. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الجزء الثاني من بودر مع النستطيع. بعد أن أسفر الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 عن انفراط المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية بالكامل وتفكيك البنية التحتية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن ومحاولة محوها، عمد الأمريكيون بوصفهم السلطة العليا في العراق إلى إنشاء نواة للجيش العراقي الجديد ممثلة بقوات الحرس الوطني. كان الأمريكيون يريدون جيشا عراقيا بعقيدة تخالف العقائد الوطنية والقومية التي أنشئ عليها وترسخت مفاهيمها في صفوف ضباطه وقادته وجنوده.
يأتي ذلك كله في إطار محاولات الأمريكيين تغيير هوية الدولة العراقية وتصير العراق دولة حليفة لواشنطن بحكومته وشعبه وجيشه، ولم يكونوا على استعداد للانتظار طويلا، بل سرعان ما جرت محاولات لإقحام الجيش العراقي في صراعات داخلية أريد منها حمله على مواجهة الفصائل المقاومة التي كانت تستهدف بعملياتها الوجود الأمريكي. عندما تراءى للإدارة الأمريكية استحالة تحقيق هذا التحول، قررت الامتناع عن إمداد الجيش العراقي بالأسلحة والتقنيات الحديثة وبرامج التدريب التي تعرض مثيلاتها على جيوش حلفائها في المنطقة، إلا ما كان من نزر يسير محسوب. بعد انقضاض داعش على مدن شمال العراق وغربه عام 2014، لم تكن المنظومة العسكرية العراقية قادرة على مواجهة موجات الهجوم التي يشنها التنظيم، فضلا عن إيقاف تقدمه. هنا تنادت فصائل المقاومة الإسلامية وحشدت قواتها مدعومة بفتوى الجهاد التي صدرت عن المرجع الديني السيد علي السيستاني، وهنا نشأ الحشد الشعبي العراقي الذي تستوعب صفوفه كل الطيف العراقي وعبر عن وحدة العراقيين. تغيرت موازين القوى بسرعة على الأرض، إذ تخندق الجيش العراقي وظهيره الحشد الشعبي في خندق واحد، وتوقف تقدم داعش. لم يسلم الحشد من اتهامات كالها له حلفاء أمريكا من العرب وشركاؤها في دعم داعش، فنعتوه بالحشد الطائفي والإيراني لتحريك النعرة الطائفية بين العراقيين واستبعاد الحشد من ساحة المواجهة. كان الأمريكيون أكثر صلفا في مطالبهم، فدعوا إلى حل الحشد الشعبي، وكان قرار إلحاق الحشد بالقوات المسلحة العراقية النظامية قرارا شجاعا ووطنيا حرا، كما أنه أثبت أن العراقيين والدولة العراقية لا يتخلوا عن فصائل المقاومة التي تصدت للمحتلين وأجبرتهم على مغادرة العراق، ثم تصدت لصنائعهم وهزمتهم وحررت الأرض. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من بودار مع النصدع. يسرنا أن نستضيف في هذه الجزئية العميد يحيى رسول الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة. Gracias por estar acá. Quiero primero consultarle si ha sido la victoria de Irak en su lucha contra el terrorismo un punto de inflexión o una suerte de gran viraje en la historia de este lado del mundo, o lo digo mejor, ¿cuál es la trascendencia a su juicio de esta batalla que ha librado este país árabe? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bidayatan tahiyati lakum wa mushahidikum al-kiram. Haqiqa al-kul ya'rif annahu ba'd ahdath Huzayran 2014 التنظيم الإرهابي تنظيم عصابات داعش الإرهابي يحتل بمساحة 40% من مساحة الأراضي العراقية، وكان يسيطر على مدن مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين، والكثير من المناطق كانت تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابي. بعد ذلك كان لابد أن يجاب هذا التنظيم الإرهابي من قبل القطاعات المشتركة العراقية. حقيقة هنا لابد الإشارة إلى الفتوى الكريمة من قبل السيد علي السيستاني دام الله ظله بالجهاد الكفائي، اللي كان لها الدور الأساس بأن يحمل أبناء الشعب العراقي بكل قومياته ودياناته ومذاهبه السلاح ويقاتل جنب إلى جنب مع القطاعات المشتركة العراقية. ومن هنا بدأنا عمليات التحرير. حقيقة كنا أو كان يقاتل على الأراضي العراقية أكثر من 100 جنسية من كل دول العالم، سواء من دول عربية أو العراق أو العراقيين أو الأجانب اللي من شرق آسيا وأذربيجان ومناطق أيضا الصين، كل من كل الجنسيات كان موجود على الأرض العراقية ويقاتل مع عصابة داعش الإرهابي. هنا لابد كان
للإرادة العراقية أن تقضي على هذا التنظيم الإرهابي وعصاباته. كقيادة عمليات مشتركة هي تعمل على وضع الخطط العسكرية والتنسيق مع كل القطاعات بعملية عمليات التحرير. وهنا نحن نختلف عن العالم، يعني كل دولة بالعالم عندما تتعرض إلى خطر يقاتل الجيش فقط، لكن هنا في العراق اختلفت المعادلة. لدينا جيش، قطاعات جيش، قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، قطاعات شرطة اتحادية، وأيضا قوات الحشد الشعبي إضافة إلى أبناء الحشد العشائري. فكنا نقاتل بتشكيلة تختلف عن كل العالم، وكان لابد هنا أن تكون موضوع القيادة والسيطرة. فأخذت على عاتقها قيادة عمليات مشتركة موضوع القيادة والسيطرة وتوزيع الأدوار على كل قطاعات ضمن عمليات التحرير. وشرعنا بهذه العمليات على بركة الله سبحانه وتعالى، وحررنا مدن صعبة كان يتواجد فيها هذا التنظيم الإرهابي، قاتلنا كل شيء كان هو مفخخ. وأعتقد اليوم أنه العراق بعد تحقيق الانتصار وخاصة في معركة مدينة الموصل وصلنا إلى نقطة تحول للعالم. هذا التنظيم الإرهابي هو ليس فقط باتجاه العراق، وإنما هو باتجاه كل العالم، يعني كل العالم معرض أن تكون لديه هجمات واعتداءات من قبل الإرهابيين. وكان آخرها مثل ما نعلم ما حدث في سريلانكا، هذه العمليات الإرهابية الكبيرة وحقيقة جبانة التي أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء. لهذا أعتقد العالم يعي خطورة هذا التنظيم الإرهابي، ونرى أنه العالم كله تكاتف مع العراق في هذه الحرب العادلة وقدم كل ما يستطيع من مساعدة. حقيقة هم يدركون أنه لو استطاع هذا التنظيم الإرهابي أن يسيطر على الأراضي العراقية ويبقى يستمر سيتمدد ويصل إلى دول كثيرة سواء عربية أو إقليمية أو حتى دول العالم. سيادة العميد، حضرتك قلت في محضر كلامك نقطة تحول، لا شك أنه كانت نقطة تحول فعلا. انطلاقا من اليوم فمستقبلا، أي رؤية واستراتيجية أمنية وعسكرية تطلعون بها لحماية الإنجاز الذي تفضلتم به؟ وهل من تنسيق أمني استخباري ما بين العراق ودول الجوار لمحاربة الإرهاب بشكل عام؟ يعني أولا نقطة التحول هي حقيقة مهمة، يعني خلال هذه الحرب العادلة أولا بعد أن حققنا النصر العسكري على عصابات داعش كان لابد أن نحافظ على هذا النصر، وكان مهمة تأمين المناطق وتأمين وحماية الحدود العراقية وخاصة مع الجارة سوريا، كان لا يزال يتواجد فيها الكثير من عصابات داعش الإرهابي خاصة في مناطق الباغوز وسوسة وشعفة وهجين. أكدنا على تأمين الحدود بشكل كبير لغرض منع الإرهابيين التسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، وحقيقة القطاعات تمسك الحدود السورية العراقية التي تمتد بمسافة 605 كيلومتر ما بين قطاعات مشتركة من الجيش وقوات الحشد وقوات الحدود العراقية. أمننا الحدود، عززنا الحدود، وبدأنا أيضا نقطة تحول أخرى هو أن نستهدف عناصر التنظيم الإرهابي داخل الأراضي السورية. فكان لدينا تبادل معلومات استخباراتية من خلال مركز تبادل معلومات أو مركز الاستخبارات الرباعي الذي يضم 4 دول هي العراق وسوريا وإيران وروسيا. وكان لهذا المركز حقيقة فعالية كبيرة برفض معلومات استخباراتية سواء للجانب السوري، وأيضا من خلال استهداف أماكن تواجد التنظيم الإرهابي من خلال طائرات القوة الجوية العراقية طائرات F-16. ونفذنا ضربات مهمة قتلنا فيها عدد من الإرهابيين وقتلنا قيادات واستهدفنا مقرات أسلحة ومستودعات ودعم لوجستي. الموضوع الثاني هو لابد أن يكون لدينا تنسيق مع دول الجوار بموضوع تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهذا حق طبيعي أن نحافظ على الأراضي العراقية وأن نحافظ على سلامة المواطن العراقي. وكان حقيقة جهد كبير يبذل، والتبادل المعلومات مهم، وكان أهمها هو ما بيننا وما بين حقيقة سوريا والجيش العربي السوري، تبادل المعلومات. وحقيقة أيضا نحن أعطينا معلومات دقيقة وقيمة ومهمة من خلال الجهد الاستخباراتي العراقي، وخص هنا بالذكر مديرية الاستخبارات العسكرية وخلية الصقور الاستخباراتية التي كان لها دور أيضا برفض معلومات دقيقة ومهمة عن عناصر التنظيم الإرهابي داخل الأراضي السورية، أسهمت بالقضاء على الكثير من الإرهابيين وتدمير مقراتهم ومستودعاتهم، الدعم اللوجستي وأيضا مستودعات الأسلحة من خلال
الضربات الموفقة التي نفذت من قبل الجيش العربي السوري باتجاه هؤلاء الإرهابيين. General Rasul, en términos de geopolítica y estrategia, vemos hoy en el mundo un pulseo entre dos polos de poder completamente antagónicos, unilateralismo versus multilateralismo. ¿En qué lugar o en cuál de esos dos polos podríamos situar a Irak hoy? لا اولا يعني الدستور العراقي واضح. الدستور العراقي يعني من حقنا ان ندافع عن الاراضي العراقيه. مهمتنا كجيش وقوات مشتركه عراقيه هو ان نحافظ وان ندافع عن العراق من اي تدخل خارجي. هذه نقطه مهمه. النقطه الثانيه، اليوم نحن نتعامل مع كل دول الجوار باحترام، وايضا العراق اصبح حقيقه نقطه التقاء مهمه لكل دول الجوار والدول الإقليمية. نرى أن هناك وفود أتت إلى العراق من قبل تركيا، من قبل السعودية، سوريا، إيران، كل هذه الدول هي أصبحت الآن تلتقي في العراق، وأصبح العراق حقيقة بعد أن حقق النصر على هذا التنظيم الإرهابي منطلق لأن يكون يتعامل باحترام وشفافية مع كل دول الجوار. حقيقة نحن لا ننسى كل ما قدم إلينا من مساعدة من كل الدول التي وقفت وساندت العراق، ولا بد الإشارة حقيقة إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حقيقة كان دورها كبير خلال معارك التحرير، ودعمت القوات المسلحة العراقية وساندت القوات المسلحة العراقية، لكن في نفس الوقت نحن نتعامل بكل احترام وشفافية، وأصبح اليوم العراق حقيقة ملتقى لكل الدول، ونرى أنه زيارات مستمرة. يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها زيارات مستمرة، وهناك معاهدات وقعت اتفاقيات، السعودية كذلك، زيارات الجانب يعني سوريا، تركيا. هذا يعطي رسالة أن يوم العراق أصبح نقطة تحول، أصبح يلتقي الجميع في العراق، وأصبح العراق حقيقة ملتقى لجميع هذه الدول. ومثل ما أشرت نتعامل بكل احترام مع كل دول الجوار، وفي نفس الوقت ندافع عن العراق ومهمتنا دفاعية، ولا نسمح أن تستخدم الأراضي العراقية كمنطلق أو تكون منطلقة للاعتداء على أي دولة جارة تقع أو يقع العراق جيران إلها. العراق لا يسمح بهذا الشيء أن يكون أراضي منطلقة لأن تكون اعتداء باتجاه أي دولة. إذن كيف واجه العراقيون داعش والإرهاب في مجمل المدن وانتصروا عليه؟ نتابع في سياق التقرير التالي. بعد الإخفاق الذي لحق بالمرحلة الأولى من المشروع الأمريكي في المنطقة والمتمثلة بغزو العراق وتحويله إلى دولة حليفة للولايات المتحدة في نظم حلفائها العرب في المنطقة، كان على القوات الأمريكية أن تواجه خطراً يتعاظم يوماً بعد يوم، وهو المقاومة المسلحة التي جعلت من الوجود الأمريكي العسكري في كل مكان من الأرض العراقية هدفاً لهجماتها التي استنزفت قدرات هذه القوات وكبدتها خسائر فادحة بدعم إيراني لا شك فيه منذ الأيام الأولى. حمل الإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار بالانسحاب المؤطر باتفاقية التعاون الاستراتيجي، كان كل ذلك ليحتم عودة الأمريكيين إلى العراق، ففي كل الأحوال لا يمكن إخلاء الميدان للإيرانيين ليتدفق دعمهم عبر العراق إلى مفاصل محور المقاومة في سوريا فحزب الله وصولا إلى غزة لإحكام طوق القلق حول عنق إسرائيل. كان ذلك عام 2011، وهو العام الذي فوجئ العالم العربي في أيامه الأولى بعواصف الدمار والخراب. أوكل الأمريكيون المهمة هذه المرة إلى مجموعات إجرامية لها تدريبها وتنظيمها وعنوانها الديني، فاستجلب المتطرفون التكفيريون من كل أصقاع الأرض ويسرت لهم أسباب التسلل إلى سوريا أولا. مع تواصل الدعم وتضاعف المعونات ازدادت التنظيمات الإجرامية قوة وعددا، فكان داعش أقواها وأشدها فتكا. جاوز عدد مقاتليه 130,000، وتمكن من احتلال 34% من الأراضي السورية عام 2014، وهنا بدأت الصفحة الثانية من المشروع الأمريكي. أوعز قادة داعش بعبور الحدود السورية باتجاه العراق، وأصبحت تخوم بغداد في متناول التنظيم. تنبه العراقيون إلى ضرورة التحرك لإيقاف تمدد داعش، فكانت مواجهة خطر هذا التنظيم على رأس القائمة.
إلا أن مشكلة كبيرة كانت تلقي بظلالها على مسألة المواجهة وقتال داعش وهي التسلح، إذ قلص الأمريكيون الدعم العسكري للجيش العراقي إلى حدوده الدنيا وتباطؤوا عمدا في تزويد العراق بالسلاح والعتاد، فتحركت فصائل المقاومة العراقية مدعومة بتأييد شعبي منقطع النظير وبفتوى الجهاد الشهيرة التي صدرت عن المرجع الديني السيد علي السيستاني، والتحق ألوف من المتطوعين بجبهات القتال، فيما تكفلت إيران بتقديم الدعم العسكري شاملا التسلح والتدريب والاستشارة الميدانية منذ اليوم الأول لغزو داعش، وتحررت مدن العراق الواحدة والأخرى حتى توجت مسيرة التحرير باستعادة الموصل. إن أعظم عبرة استنبطها العراقيون من هذه المسيرة الدامية بكل تفاصيلها هي أن وحدة العراقيين كانت أعظم دعامة ارتكز عليها نصرهم. واضح لسيا أن دور العراق بات راهنا استراتيجيا حيويا انطلاقا من النتائج العملية للعمل الأمني والعسكري الذي تفضلت بالحديث عنه والذي ترتب عليه نتائج لمصلحة العراق والمنطقة بشكل عام. أي دور ينتظر العراق انطلاقا من هذه النتائج؟ أنا أعتقد اليوم دور العراق أصبح واضح. شوف لو نرجع قليلا إلى الوراء، أبان سيطرة أصابات داعش الإرهابي على الأراضي العراقية ووصلت إلى حدود مدينة بغداد. خلال تلك الفترة بدأ العالم يتهيئ لأن يتعامل مع عراق مقسم. هذا ما كان حقيقة لدى مخيط العالم، لكن حقيقة بفضل دماء الشهداء التضحيات الكبيرة استطعنا أن نطرد هذا التنظيم الإرهابي وأن نحقق النصر وأن نعيد السيطرة على الأراضي العراقية، وحقيقة ما يهمنا هو وحدة الأراضي العراقية ووحدة وسلامة المواطنين العراقيين. لهذا أعتقد اليوم دور العراق أصبح واضح وجلي للجميع، أنه بلد يبني قواته المسلحة بكل مهنية واحترافية، بلد يحترم مبادئ حسن الجوار، لا يقبل أن تستخدم أراضيه وأن تكون منطلق للقيام بأي عمليات إرهابية أو عسكرية باتجاه أي دولة جارة، وفي نفس الوقت الكل اليوم يحترم العراق حقيقة بعد أن أصبح لدى العراق جيش قوي وقوات مسلحة قوية وقطاعات مشتركة عراقية تستطيع أن تدافع عن العراق بكل قوة وأن تحمي سلامة المواطن العراقي. سيادة العميد، هل تمتلك قيادة العمليات المشتركة كل المعايير اللازمة لتحمي العراق من التقسيم داخليا؟ شوف مهمتنا كعسكر هو يعني أن نحمي العراق سواء من الخارج أو من الداخل، وهذا ما نعمل عليه. قيادة العمليات المشتركة هي مرتبطة بمكتب يعني أو مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء هو فعليا القائد العام أو قائد العمليات المشتركة، وهناك نائب لقائد العمليات المشتركة، ولا بد أن أخص بالذكر يعني الفريق قوات خاصة ركن عبد المير رشيد يار الله، هذا الرجل الذي يدير والخطط وكل العمليات التي تحتاجها أو يحتاج العراق سواء بالدفاع عن أراضيه من الخارج أو تأمين سلامة المواطن العراقي والحفاظ على أمنه في الداخل. لهذا نمتلك كل المقومات التي نستطيع من خلالها أن نحافظ على العراق وعلى سلامة المواطن العراقي، سواء أن ندافع عن العراق من أي تدخل خارجي أو نحمي المواطنين العراقيين داخل المحافظات العراقية. Desde 2009, es decir, desde hace una década, Muhammad, en Venezuela funciona la Milicia Nacional Bolivariana como cuerpo integrado por civiles y exmilitares que funciona como complemento a los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está desplegado en todo el territorio nacional para defender paz, soberanía e independencia de este país. Recientemente este cuerpo alcanzó más de 2 millones de combatientes. La milicia bolivariana está conformada por voluntarios civiles, hombres y mujeres de todas las edades. Son los guardianes de la revolución chavista. Son los llamados a defender a su país ante las amenazas y ataques que ha encabezado la Casa Blanca durante los últimos 20 años contra la soberanía de Venezuela. Venezolanos sabemos defendernos. Okay, esta patria nosotros la vamos a defender como sea.
El pueblo en armas es el sueño de Hugo Chávez, que se concretó en 2008 cuando creó la milicia bolivariana por decreto. Hoy en día cuenta con 2 millones de miembros, según las cifras oficiales. El gobierno de Venezuela demuestra su capacidad política y militar. Y debemos tener las armas para que el sistema de armas llegue a la milicia nacional bolivariana, bajo conducción constitucional y legal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y siempre es importante reiterar esto, porque las armas de la República están en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Fuego! El entrenamiento es clave. El poder popular ahora reconoce al enemigo y se prepara para enfrentar cualquier circunstancia. A principios de 2019, el presidente Nicolás Maduro creó 50.000 unidades de defensa de 30 milicianos. Ejemplo de ello es el teniente José Marrero. Instaló su oficina en un colegio en el este de la capital. Tenemos que estar ahí engranadito con el poder popular, que es el pueblo, porque nosotros también somos pueblo. Y ese pueblo es uno solo. Y ese uno solo es Chávez. La milicia se afianza en el legado de Hugo Chávez, la Unión Cívico-Militar. ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! La preparación física e intelectual también es un componente que la milicia ejecuta para estar a la altura de los embates que ellos denuncian. Un ataque no solamente económico, ideológico y de toda índole por la parte del imperio. Y la milicia ha afianzado cada vez con los ataques lo que es la inclusión social y la perseverancia en continuar creando soluciones ante los conflictos. Por eso es que la milicia hoy en día nosotros la vemos en absolutamente todos los espacios. Desde la creación de la milicia bolivariana hace 10 años, esta alianza cívico-militar participa en los distintos frentes sociales como los comités de defensa del poder popular, para garantizar la seguridad de los espacios parroquiales, laborales y los servicios de salud, transporte público y alimentación. A su juicio, ¿cómo es el relacionamiento de Irak hoy con América Latina y si puede darnos su valoración o su apreciación de lo que hoy está ocurriendo en Venezuela? كان هناك وفد من البرازيل والتقينا به وكان في وقتين اعتقد كان وزير الدفاع البرازيلي يعني هذا الكلام اعتقد قبل سنه تقريبا وكان الكل يشعر بفخر واعتزاز بما يحقق القوات المسلحه العراقيه فيما يخص فنزويلا نحن دائما نحترم القرار السياسي لاي دوله ونحترم عدم التدخل بشؤون اي دوله لهذا نرى انه اليوم احترامنا لهذه الدول واحترام عدم التدخل بأي قرارات تضر بمصلحة هذه الدول واجب إنساني وواجب دستوري هذا موجود وهذا ما ينص عليه دستورنا أنه نحافظ أن ندافع عن العراق وأيضا أن نحترم الدستور العراقي وأن نحترم كل دول العالم سواء دول الجوار أو الإقليمية أو أيضا دول أمريكا اللاتينية التي نتعامل معها بكل احترام وتقدير هذه الدول أيضا هي حقيقة أعطت تضحيات كبيرة من أجل النضال من أجل حريتها وسلامة مواطنيها وسلامة أراضيها. العميد يحيى رسول الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. Muchísimas gracias general, ha sido de gran valía su participación. ونحن لوسيا وصلنا بدورنا إلى ختام هذه الحلقة من بودار مع النستطيع كان معنا في الجزء الأول السيد أحمد الأسدي رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي. نشكر لكم حسن المتابعة بأمان الله. Hasta pronto.